عمقي قاصدا بيت الرحمن في الحق زكريا مولودك ثمرة رايا يوحنا اسمه السابق ينذر الشعب الزائغ المجد للآب مرسل ابن الوهاب أعطاه صوتا حقا يجلو الطرق يهدي الشعب المنشق جبريل بالأمر طار من مشارف الأنوار راح يبلغ البشرى شيخا يسحب العمر قد تم وحي الروح في قول البار أشعيا المختار من أصل العود العريان يخرج فرع ريا كي يجلو السبل والوعر يضحي زلا بالعماد قد أقبل فيه يغسل الخاطي من الأدران ملك شمعون حسن خلد حطينا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الإله الكلمة عندما شئت أن تتأنس لأجل خلاصنا أرسلت جبرائيل رئيس الملائكة إلى بيت المقدس ليبشر زكريا الكاهن بمولد يوحنا السابق أعدنا لاستقبال ميلادك المملوء بركات فنمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. السلام للبيعط ولبنيها المجد لله لنرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي أرسل ملاكه إلى الهيكل يبشر زكريا وإلى الابن الذي أعلن ميلاده بمولد سابقه وإلى الروح القدس الذي ملأ يوحنا وهو بعد في حشاء أمه برخ موريش كهني لتخلص العالم ولما يأتي
أرسلت جبرائيل مبشراً زكريا وهو يحرك البخور، ولما ارتاب في البشرى جربته بالبكم لتفتح قلبه للآية. والآن نضرع إليك على عطر البخور، استجب صلواتنا كما استجبت طلبة زكريا، وامنحنا فهماً لتدبيرك الخلاص وغفراناً للذنوب ورجوعاً للبعيدين وحفظاً للقريبين وراحةً للموتى، لا سيما أختنا إيفات مخايل عبد المسيح التي نقدم عن هذه الذبيحة، فنرفع المجد والشكر معهم إليك وإلى أبيك وروحك القدوس برخمور يشكون الآن وإلى الأبد. يا عظيم الأحبار السماوي، يا فرح الملائكة والبشر، اقبل بخورنا واستجب صلاتنا، هب العالم سلاماً والكهنة قداسة والشمامسة نقاء والخطأ غفراناً والموت راحة. برخمور يشكوني فنمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. الرسالة القدس
القديس بولس الرسول إلى أهل روما وبارك يا رئيس الكهنة. يا إخوتي، الوعد لإبراهيم أو لنسله بأن يكون وارثاً للعالم لم يكن بواسطة الشريعة بل بالبر الذي ناله بالإيمان. فلو كان أهل الشريعة هم الوارثين لأبطل الإيمان وألغي الوعد، لأن الشريعة تسبب غضب الله، وحيث لا شريعة فلا تعدي للشريعة. لذلك فأهل الإيمان هم الوارثون، لكي تكون الوارثة هبة من الله. وهكذا تحقق الوعد لكل نسل إبراهيم، لا للنسل الذي هو من أهل الشريعة فحسب، بل أيضاً للنسل الذي هو من أهل الإيمان، إيمان إبراهيم الذي هو أب لنا أجمعين، كما هو مكتوب: إني جعلتك أباً لأمم كثيرة. فإبراهيم الذي آمن بالله هو أب لنا أمام الله، الذي يحيي الأموات ويدعو غير الموجود إلى الوجود. وقد آمن إبراهيم راجياً على غير رجاء بأنه سيصير أباً لأمم كثيرة، كما قيل له: هكذا يكون نسلك. ولم يضعف بإيمانه، برغم أنه رأى وهو ابن نحو 100 سنة أن جسده مائت وأن حشى سارة قد مات. وبناء على وعد الله ما شك ولا تردد، بل تقوى بالإيمان ومجد الله، وأيقن ملء اليقين أن الله قادر أن ينجز ما وعد به، فلذلك حسب له إيمانه برًا. ولم يكتب من أجله وحده أنه حسب له برًا، بل كتب أيضًا من أجلنا نحن الذين سيحسب لنا برًا، لأننا نؤمن بالذي أقام من بين الأموات يسوع ربنا، الذي أسلم من أجل زلاتنا وأقيم من أجل تبريرنا. والتسبيح لله دائماً. للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوكا البشير: بما أن كثيرين أخذوا يرتبون رواية للأحداث التي تمت عندنا، كما سلمها إلينا من كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة،
ثم صاروا خداما لها. رأيت أنا أيضا أيها الشريف تيوفيل أن أكتبها لك بحسب ترتيبها، بعدما تتبعتها كلها منذ بدايتها تتبعا دقيقا، لكي تتيقن صحة الكلام الذي وعظت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، لهم امرأة من بنات هارون اسمها أليصابات، وكانا كلاهما بارين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، وما كان لهما ولد، لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانا كلاهما قد طعنا في أيامهما. وفيما كان زكريا يقوم بالخدمة الكهنوتية أمام الله، في أثناء نوبة فرقته أصابته القرعة بحسب عادة الكهنوت ليدخل مقدس هيكل الرب ويحرق البخور، وكان كل جمهور الشعب يصلي في الخارج في أثناء إحراق البخور، وتراءى ملاك الرب لزكريا واقفاً من عن يمين مذبح البخور، فاضطرب زكريا حين رآه واستولى عليه الخوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، فقد استجيبت طلبتك، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابناً فسمه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، ويفرح بمولده كثيرون، لأنه سيكون عظيماً في نظر الرب، لا يشرب خمراً ولا مسكرة، ويمتلئ من الروح القدس، وهو بعد في حشى أمه، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الرب بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعباً معداً خير أعداد. فقال زكريا للملاك: بماذا أعرف هذا؟ فإني أنا شيخ وامرأتي قد طعنت في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا هو جبرائيل الواقف في حضرة الله، وقد أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتاً لا تقدر أن تتكلم حتى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك لم تؤمن بكلامي الذي سيتم في أوانه. وكان الشعب ينتظر زكريا ويتعجب من إبطائه في مقدس الهيكل، ولما خرج زكريا لم يكن قادراً أن يكلمهم، فأدركوا أنه رأى رؤيا في المقدس، وكان يشير إليهم بالإشارة، وبقي أبكم. ولما تمت أيام خدمته مضى إلى بيته. بعد تلك الأيام حملت امرأته أليصابات وكتمت أمرها 5 أشهر، وهي تقول: هكذا صنع الرب إلي في الأيام التي نظر إلي فيها ليزيل العار عني من بين الناس. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. قال الملاك لزكريا: لا تخف، فإن طلبتك قد استجيبت، صلاتك أصبحت مقبولة،
أبتي الفاضل، أيها الإخوة والأبناء الأحباء، نلتقي معاً في هذه العشية المباركة، حيث قد شرفني صاحب الغبطة والنيافة أن أزور هذه الرعية، لأني عرفتها وأحببتها وعشنا معاً وسرنا معاً، كما هي دعوة السينودوس السينودوسية التي ابتدأت منذ بعض الوقت، وهي مسيرة سنعيشها معاً إلى سنة 2023. سير معاً في التفكير والتأمل والاختبار، اختبار الحياة المشتركة، اختبار الآخر، محبة الآخر، التواصل مع الآخر، بعناوين ثلاثة أصبحنا نسمع بها ونعرفها: شركة ومشاركة ورسالة، هي العناوين الرئيسية الثلاث. بدون شك كل عنوان له متفرعات ومواضيع متعددة نتدارسها ونتأمل فيها من اليوم ولغاية 2023. فإذن مسيرة الهدف منها من قبل الكنيسة لنعيش ككنيسة، كجماعة مؤمنة. نحن بالكنيسة لسنا فرق ولسنا جماعات ولسنا تنظيمات متعددة، نحن جماعة واحدة نعمل معا، نشتغل معا، نبني معا، نسير معا، نختبر فرح الحياة وجمال الحياة المشترك مع بعضنا البعض. وهذا ما لمست بهذين اليومين، فعلا الروح والحياة تدب في هذه الرعية من خلال كل المجموعات اللي تعمل معا، تتشارك، تصلي، تختبر، دون شك برعاية واهتمام أبونا جوزيف سويد اللي بنأديله كل الاحترام والتقدير على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها. تحية من هالمذبح لسيارة المطران موسى الحج اللي أخذنا بركته وسمح أني أكون بهالزيارة، وأيضا نجدد لما ينمي ويسهل كل أمر بهالرعية حتى تسلك طريقها على أتم ما يرام، ونحاول نستند إلى بعض ونرى بأم العين ماذا علينا أن نعمل. اليوم بهالإنجيل اللي سمعناه بشارة زكريا، والمهم فيها زكريا الكاهن المصلي واللي دخل الهيكل بناء للنوبة، بمعنى وقته. اليوم دورك يا زكريا الكاهن كي تحرق البخور، ترفع البخور، تصلي. ولماذا كان الشعب عم بيصلي؟ عم بيصلي كان حتى الرب يتحنن على شعبه ويرسل مخلص. ولهالسبب يا زكريا سيكون لك ولد، أنت الطاعن بالسن وامرأتك العاقر، سيكون لك ولد وستسميه يوحنا، بمعنى هو حنان الله على شعبه، بمعنى أنت ستحمل وسيكون لك دور بالعمل. ومن ثم الفكرة الجميلة: صلاتك استجيبة. فإذن الله يستجيب صلاة شعبه وتضرعات شعبه. إذن
حتى الرب يستجيب صلاتنا وتضرعنا ويسير معنا كرعية وكجماعة. بدنا نعيش بشركة مع العائلة الثالوثية، شركة الآب والإب والروح القدس. بدنا نعيش بشركة مع الكنيسة. اليوم نحن نتبع تعاليم وتوجيهات قداسة البابا فرانسيس، بطريرتنا مبشر بطرس الراعي، أساقفتنا، كهنتنا، رعاة الكنائس. فإذن في تعليم بتوجهنا لإله الكنيسة، نحن نكون بشركة مع هذه الكنيسة، مع مسؤولينا، مع رعاتنا. بمعنى أنه أنا ما بقدر أني أتصرف بمفردي، أعمل لوحدي. نعمل بتوجيهات الرعاة، بتوجيهات المسؤولين بالكنيسة، وأيضا مشاركة، بمعنى نحن كجماعة مؤمنة ننتمي، نحمل عماد واحد، نحمل عماد واحد، ثم نعيش الأسرار. نحن اليوم كلنا سوا موجودين حتى نحتفل بالإفخارستية، بذبيحة القداس. فإذن نحن مدعوين أن نتشارك مع بعضنا البعض بكل الأمور. اليوم بهالرعية عم بيكون في عدة أنشطة، عدة مجالات للعمل، كل من يستطيع أن يعمل، أن يشارك على جنب ويقول أنا ما إلي دور، أو أنا يمكن ما بيجي على الكنيسة لأنه حاسس حالي غير معني. نحن اليوم أنا لمست مكتار من الأشخاص، وهذا شيء مفرح، إنه الكل عم بيجي لهالكنيسة لأنه حم بحس إنه في إله دور بهالكنيسة، في إله دور وسط الجماعة. هذا أمر جيد، أمر جميل. فنعيش المشاركة، نتشارك مع بعضنا البعض. كهنة الرعية، لجنة الوقف، المجلس الرعوي، الشبيبي، كل الأنشطة عم تصير، هالجوء الجميل اللي عم بترتل وتنشد، كل شخص عم بيشارك بالخدمة، كل شخص اللي عم بيقدم الخدمات لإلنا، لبيت، لدار السكن، لدار المطرانية، كل شخص عم بيقوم بأي عمل، هيدا نوع من المشاركة. نتشارك، نعمل معا، نسير معا، لأنه عندما نسير معا سلوك الرعية ونشاط الرعية ووجه الرعية بيبقى بطابعه السليم، وتقدر رعيتنا تكون رعية مميزة، رعية شاهدة. نحن مدعوين إن نعيش مع هالسينودوس مسيرة تكوين، نتكون، نكون حياتنا ومفاهيمنا الروحية. بمعنى إنه بده يكون عندنا الإصغاء لما تعلم الكنيسة، الإصغاء لكل أمر يعطى لإلنا ونتكسب. اليوم زكريا حاول يظهر فلسفة معينة، وكيف يكون ذلك، وشو كيف بدي أعرف أنا؟ ساعتها إذن الملك قال له ستكون صامت يا زكريا، لأنه بصمتك قلبك ينفتح تتعرف شو هي إرادة الرب بداخلك وبحياتك ومن خلالك. لسبب في كثير من المرات نحن مدعوين أن نصغي أكثر ما نتكلم، يعني أن نسمع بتمعن ما تعلم الكنيسة. إذن الإصغاء نقطة كتير مهمة، وإحنا بكل هالمسيرة من أول ما انطلقنا كرعي لغاية هاللحظة، كتار منا كان عندهم إصغاء لصوت الرب، لما يريد الرب، ولأنه كان عندنا إصغاء لدور الرعية، دور الكنيسة،
أهمية حضورنا، وكنا عم نسمع لعمل الروح، لصوت الروح بداخلنا، استمرينا وسنستمر بإذن الله. فإذن كثير مهم الإصغاء. من ثم النقطة الثانية المهمة هي التمييز. ربنا بيعطينا نعمة التمييز حتى نعرف شو هو صح وما هو الغلط، شو هو المفيد وما هو غير مفيد. نحن بحياتنا اليوم وخاصة على وسائل التواصل اللي بنحملها، في نوع من التشويش وأفكار ومقالات وصور، وفلان تكلم بهالطريقة وفلان تكلم بهالطريقة. بدنا نعرف نميز ما هو الصح وما هو الغلط. نتصادف في أشخاص بحياتنا كثر يمكن بيدعونا لأمور عديدة، نشاط، اجتماع، لقاء، صلاة. علينا أن نميز ما هو الصح وما هو الغلط. أما بقدر أنا المؤمن المسيحي أن أنجرف بالعاطفة، بإيمان سطحي، بإيمان بسيط، إني يلا في اجتماع تعه، في صلاة تعه، في لقاء يلا. بدنا نعرف إحنا شو عم نعمل، كيف عم نتصرف، لوين الأمور عم تمشي، ونحن نسأل الكنيسة شو الصح وشو الغلط. فإذن الرب بيعطينا نعمة التمييز، البي بالبيت والأم بيكون ربنا بيعطيهم نعمة التمييز حتى يختاروا وهو صالح لأبنائهم. نحن أنا كأسقف والأبونا ككاهن، نحن نستلهم الروح القدس حتى نعمة التمييز، نميز ما هو المفيد لخير الناس، لخير الجماعة الموكولة لإلنا. فإذن التمييز نقطة كتير مهمة وأساسية، والتمييز الصمت بيساعدني حتى ميز، حتى أصغي بتمعن لما يقول الروح. إذن أحبائي، عندما أصغي وعندما أميز أستطيع أن أكتشف وأختبر طريق الرب بحياتي، وماذا يريد الرب مني، شو الهدف من وجودي. نحن متجمعين بهالمساء المبارك، الله يبارك فيكم جميعا، موجودين حتى نصلي معا، نظهر الوجه الحقيقي للرعية المجتمعة المصلية اللي عم بتسبح الرب. نحن اليوم دخلنا بزمن جديد، زمن المجيء، نتهيأ لنستقبل ميلاد الرب بحياتنا. هل 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 هالسنة عم نعيشها كل سنة، هالمسيرة الطقسية الليتورجية منعيشها كل سنة، وإنما هالتكرار بهالمسيرة حتى نختبر أكثر وأكثر هالعلاقة المميزة مع يسوع المسيح، وما هي إرادة الرب بحياتي. أنا بدي اكتشف أكثر شخصية يسوع المسيح مثل ما اختشفوه اختبروه. اليوم عندنا شفاعة مرشرب العظيم بهالكنيسة، الديسين كتار نعرفهم بحياتنا، هالأشخاص تقدسوا لأنهم اختبروا يسوع المسيح، اتعرفوا على يسوع المسيح. أمام الواقع اللي احنا عم نعيشه في أخطار، في مخاطر، المخاطر اللي بتواجه كل جماعة ناجحة اليوم مثل جماعتنا اللي عم بتزهر وانطلاقتها جميلة ومميزة. بقى نحن كل شخص بيقصد هالكنيسة لأنه بيعرف إنه في جو مميز ومختلف بهالكنيسة، لكن
بدنا ننتبه أن يتسلل لقلوبنا قلوب البعض روح الأنانية وروح الكبرياء، فينسب كل عمل صالح إلى نفسه، أنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي اشتغلت. فإذن فلا يتفاخر أحد منكم على غيره، ولو أن الكنيسة كلها قد قامت على أكتافه فنحن جماعة واحدة وإخوة كلنا لبعضنا البعض. نتذكر دائما أن ما نفعله إنما نفعله من أجل مجد الله. نحن من البداية أنا دائما بقول سيدنا عملته هيدا لمجد الله وخير الكنيسة. كل عمل نعمله يا أحبائي هو لمجد الرب وليس لمجدنا الشخصي وخير الكنيسة. نحن اليوم كنيسة مار شربل، كنيسة مارونية انزرعت بهالبلد العزيز الأردن حتى تزهر وتكون إلى نكهة مميزة، وهالريح الحلوة هالعطر الجميل يمتد على كل المملكة. فإذن بيمتد من خلال مين؟ من خلال كل واحد منكم بالمكان الموجود فيه، بالمدينة الموجود فيها. النقطة الأخيرة اللي بنقدر نتكلم فيها هي المشاركة، ومن ثم أيضا الرسالة، بمعنى لما عندما نتشارك كلنا سوا بالعمل اللي بيخليني اختبر الآخر واتعرف على الآخر وحب الآخر، نستطيع أن نكون رسل نحمل رسالة. اليوم نتقن الليتورجية وصلواتنا، منعيشها ومننقلها لعيالنا لأولادنا، ننقلها للمجتمع نحن عم نعيش فيه بمجالات عملنا بأي مكان. فإذن المشاركة والرسالة اللي بتدعينا لإلها الكنيسة بهالسينودوس هو أن نفكر معا ونعمل معا يدا واحدة. أحبائي احنا اليوم بهالزمن المبارك، بهالأحد المبارك، على ضوء كل الأفكار اللي تكلمنا فيها، بنطلب من الرب بشفاعة القديس شربل ونستلهم الروح القدس يعطينا نعمة الإصغاء، يعطينا نعمة التمييز، يعطينا أن نكون بشركة مع الكنيسة، بمشاركة مع بعضنا البعض، ومن ثم رسل وشهود أصحاب رسالة. أنا اليوم أنا ككاهن بالأول واليوم كأسقف انطلقت من لبنان وجيت للأردن، عشنا سوا 15 سنة عملنا واجتهدنا، واليوم أنا بمصر بالقاهرة. إذن كان رسالة عم تمتد، عمل بخدمة الكنيسة يمتد حتى نكون بخدمة كل إنسان. جينا للأردن والتقينا مع هالوجوه الطيبة واجتمعنا وعملنا، وبالقاهرة كمان. إذن وكل اللي عم نعمله لمجد الرب وخير الكنيسة، لمجد لخير كل إنسان. إذن هيدي دعوتنا، هاي رسالتنا، هيدا اللي بدنا نطلبه اليوم بهالقديس المبارك من شفاعة قديس شربل ومن نعمة روح القدس تكون معنا، حتى نقدر فعلا بهالمفاهيم اللي ذكرناها ننطلق بسلام ونعمل بسلام، نعمل بحب، نعمل بفرح، نبني ونختبر ونكتشف إرادة الله بحياتنا لخير نفوسنا وخير هالرعية وأبنائها جميعا. نلتمس ذلك بنعمة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الذي له المجد إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض،
كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. راح تخ مريو دبارن وبزادي كتخ آلي فاين هارون قابل قربونو ونتراحم علي مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قتلبيا هاليلويا وخبز حياة. من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن لدى الله من أدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية ولدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار شربل والقديسين شفعاءنا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم لراحة نفسها هذه الذبيحة المرحومة إيفات خائل عبد المسيح، كما نذكر أيضا هذه الرعية خادمها الغيور أبناءها ومؤمنيها، لكيما يباركهم الرب جميعا، لكيما يكونوا مندفعين لخير رعيتهم وخير الكنيسة شهود في عالم اليوم. أذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين.
الأبرار كل أولاد البيع نحيي التذكار. هللويا المريم يلدت آلو بدخرونو لم بيشلي حوصون كين وكون والخلون يلدعيتو من دور الدور وعدام العلم علمي آمين وآمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرى المقدسة الموضعة عليك، السلام لك يا أخي الكاهن الجليل، يا إخوتي أحباء وخدام الروح القدوس. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنا في أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين برخ موريش كوني، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحضور الروح القدوس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحنا، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب، حقاً إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوساً 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 أنت الرب القوي إله الصباوت
اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودك ذبحة شوديلة ما بتحيي، ساب اللحم بيداو قديش طول، وبارخ وقادش وقصو ويا بالتلميداو كدما، ساب أخو الملك والخون هونو دانيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلف ساقية ما تقسى وما تهاب خصو يطحوب والحاية دلعو لاب علمي. آمين. وقانو عالكوسو دم زهو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة وكادومان ساب الشاومنه كل خون هونو دانيتاو دمو ديل دياتي قحداتو دحلو فيخون وحلو فساقية ما تشهد وما تهان خوصو يطحوب والحاية ده العلام علمي. آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني. نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تلين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. مرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على ذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها
وأجسادي من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاكي، ومار موسى مطراننا، ومار جورج المحتفل بهذه الذبيحة، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. أما الفقراء فهم عندكم دائماً أبداً. منقدم قداسنا اليوم عنية إخواتنا الفقراء يلي هن فرصة لإلنا حتى نتعرف فيها على ابنك. هن إخوة وخيات منتشارك معهم الألم حتى نخفف عنهم آلامهم، ونجرب نرجعلهم كرامتهم المفقودة تيرجعوا يندمجوا بالمجتمع. ساعدنا يا رب تنفرجيهم وجهك الحنون ويشوفوا وجهك فينا ومن خلالنا، ويشوفوا فينا إخوة إلهم ومش بس محسنين. إلك يا رب منصلي. يا رب ارحم. يسوع أول فقير وأفقر الفقراء، لأنه يسوع بيمثل كل الفقراء، وهو بيكشف لنا وجه الله قبل الفقراء. وعمل يسوع بفرجينا أن الفقراء هن علامة من موسى لحضوره بيناتنا، ونتعرف عليه من خلال حياتهم، معاناتهم وحاجاتهم الكتيرة. نطلب منك يا رب تخفف عنهم وزر هالظروف الصعبة والمأساة الكبيرة اللي عصفت فيهم، وتساعدنا نزرع فيهم الرجاء ببكرة أحلى. إلك يا رب منصلي. يا رب ارحم. الأنجيل الجديد هي دعوة إلنا حتى نعترف بالقوة الخلاصية لحياة الفقراء، تيكونوا محور مسيرة الكنيسة. نحن مدعوين نكتشف المسيح فيهم، ونكون صوتهم للدفاع عن قضاياهم، لا بل أكثر نكون أصدقائهم. مش المهم نكتر النشاطات حتى نأمن لهم المساعدات، مرات لمسة حنونة، تفهم، إصغاء، ابتسامة قادرين يعطوهم الأمان يلي بيفتقدوه. اعطينا يا رب كل مرة رح نلتقي بفقير على طريقنا نتذكر إنه هني إخوة ابنك الصغار، إخوتنا، وكل مرة رح نعمل معهم أي شيء معهم، إلك ولابنك منكون عم نعمله. إلك يا رب منصلي. يا رب ارحم. أبونا جوزيف خبرنا أنه الفقراء صاروا كتار هلأ عايشين معنا وبيناتنا، وهني أسيادنا، ومش مسموح نتعاطى معهم باستخفاف، مش مسموح كمان نعطيهم من فضلاتنا أو نقدم لهم الأشياء اللي صار لازم، اللي صار وقت نزتها، ولا مسموح نبرم وجهنا لما نشوفهم، ومش مقبول بقى نسأل وين الفقراء وشو عددهم. الفقراء مش ممكن نحصيهم أو نعدهم، الفقراء نغمرهم ومنحبهم، وهن أداة لخلاصنا. يمكن إجا الوقت نشكر إخوتنا الفقراء لأنهم عطيونا شرف خدمتهم. أعطينا يا رب نعيش بدورنا حياة الفقر الروحي حتى نستحق ملكوتك السماوي، ونتنعم بحضورك مع اللي سبقونا لعندك. إلك يا رب منصلي. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، لا سيما إيفات مخيل عبد المسيح زوجة إليا الفار. اغفر لنا ولها جميعا خطايانا وزلاتنا، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا،
فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، ما اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، اقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك من نسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد برخ مورشكون ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب سجدين لك المنحني أمامك الضارعين إليك وأهلهم رحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال
والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جمعت ربي
حتى تغنى وتملت في رفعة الرأس والطرف جثوا من ركبتين ووهنا. وأنا أستجير بالرحمة الأولى بنور الأنوار للينبوعي أن تقبل ربي قرابي حبي ورجائي وذلتي ودموعي. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نرى. أيضاً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأن غطامتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محباً للبشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محباً للبشر ارحمنا. هللويا للخدم بهيكل رب كرس شعبه زكريا البار كاهن بنهاية دربه عحفت قبره ختيار ناطر ومنطر شعبه فاتح قلبه لسر من الأسرار. هللويا واليوم الوعد الغالي سر العالي بالرؤية تجلى وقال لها الشيخ البالي الله عنك ما تخلى. تهنى بيوحنا تهنى يا كاهنا والعاطي الله. هللويا يا هالصوت البشرنا لتبشرنا ضيع بهالمشوار ضل اذكرنا وذكرنا بهالختيار وهالختيار عحفاف العمر انطرنا لتدشرنا يا نور الأنوار. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم سترا ملجأ، كملهم بفيدي بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة سروس الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. أحبتي باسمكم وباسم كمان سيدنا موسى بنشكر زيارة سيدنا جار شيحان، أهلا وسهلا في بيناتنا خلال هالأربعة أيام اللي كان فيها موجود في وسطنا. بدي أذكركم بس إخوتي إنه اليوم يوم الفقير العالمي، كل العالم عم بيحتفل بهالنهار. على باب الكنيسة في صندوق الفقراء، الأشخاص اللي بهمهم يساهموا
بيقدروا من خلال هيدا الصندوق ورح يروح لمجموعة كبيرة من الفقراء اللي هن في وسطنا مثل ما سمعتوا بالنوايا. نذكر أبرشية سيدنا جورج بصلاتنا، وأكيد أبرشيتنا المتواجدة اليوم بالأردن وبالأراضي المحتلة أو بالأراضي المقدسة. الله يبارككم ويقدسكم، اذكرونا بصلاتكم. Yeah.